راجل امك غالية الحلوة، تبعوا معايا القصة باش تعرفوا كيفاش كلاها ليا ولد الحرام. انا امي وصلت، ايوا نعاود عليكم بحال الخرافة. انا نهار حليت عينيا حليتها على داك السيد كنقول ليه با الوالد، ايوا صافي. وليت كنكبر تبارك الله، وكانت تكاد وكان مزيان. الوالدة مسكينة خدامة الميناج، ايوا صافي. بقينا هكاك اليوم غدا اليوم غدا، وصلتني وقت المراهقة. وبنادم عرفتيه دار تبارك الله عليه بزاف، ودار اللحم ودار لي هونش الدريه تبارك الله، راه دغيا كيفيضو. ها ما علينا سيدي، هي هاديك. هو السيد سي الوالده كتمشي كدير ميناج كضرب تماره، هو كيخدم اخويا بحال شي 4 السوايع ولا 3 السوايع، ما عرفتش كيخدم. صافي كيجي قبل الوالده، هو كيجي كيلقاني انا كاينه في الدار، انا القرايه ما معياش، مع بيني وبينها الخير والاحسان. صافي جلست بدلت نجلس في الدار، نقابل ونطيب وندير. تجي الوالده كنوجد عشاها كنجمع كن، ايوا مشات الايام جات الايام سيد، ولا وقت ما ندور لقاه في جنابي نسيق لقاه من مورايا كيكرط. اش كيكرط الله يعلم. مشي للكوزينه بيت شي حاجه، كيجي من مورايا كيقول لي بلاتي ربي نجبدها لك والسلام. وقت فين ما دزت كيضحك معايا بحال الحكاكه د مطيشه. ايوا اليوم غدا اليوم غدا السيد ولا يجيب ليا في البلاكير الذهب ديطو اللي تلبسو غدا وتحطو. ايوا صافي ويجيب ليا في الحويجات اللي قلت للوالده كيصدق هو اللي كيجيبها ليا. قلت واحد الوالد سبحان الله العظيم، هذاك الشيء اللي في بالي اللي مشى ليا انا. صافي ايوا واحد النهار ما عليا ما بيا، كنت كندوش، ما كان حتى واحد في الدار. الوالده خدامه، هو حتى هو كان خارج خدام ولا ما عرفت فين زاد السلام. كما قلت لكم 4 السوايع اللي كيخدم داك السيد، فاش كيخدم الله يعلم. جا لقاني كندوش، ناض ولد الحرام طفى عليا الريشو، شوفو تاع الضو. قلت لك صافي، كنحس بما بارد. خرجت هو راه ولد الحرام كاين في الدار، وانا قلت الدار ما فيها حتى شي واحد حيت انا خليته خارج. قلت انا ما نشوفو برد ما نما ولا بارد. مشيت خرجت اصلا قلت ما كاين حتى شي واحد في الدار، خرجت عريانة ما خرجت لقيتو في وجهي، ما عندي ما ندير. جا ولد الحرام تلاح عليا بحال شي وحش، كنقول ليه ويلي با اش هادشي كدير ولدي؟ قولي انا ماشي باك، انا مربيك. صافي مع ديك الصدمه ديال انا مربيت كنحيدو من فوقي والو السيد جهل لصق فيا لصق العمى في الظلمه. صافي قضى غرضو دار داكشي اللي باغا يدير مشى. بقيت انا نتدوشت كنقول واك اش غادي نقول لامي، واك اش غادي نقول ليها. امي ما غاديش تفهمني، غتقول لي لا انت هي اللي بيتي، واصلا هي ديجا كتقول لي ما تبقايش تلبسي دوك الحو البيجامات مزيرين، ما ديري ما تفعلي. غتقول لي لا انت اللي كتوريه، انت اللي كديري، انت اللي بيتي انت. صافي كملتها في قلبي. ايوا بقينا هكاك داك النهار ما قلتهاش. هو جات تكمش دار راسو، راه دارو طالع ليه الطونسيو كيضرو راسو، مشتت مريض نعس بكري. امي كتعجب قالت لي هو مال مال باك؟ قلت لها ما عرفت مالو. قالت لي هو مال كاين تيا؟ قلت لها ما مانيش ضربني البرد. صافي يا جي خويا تقول لها والله حضر سلامة شتكم كلشي مرض. صافي نعسنا ما بينا ما علينا الليل كامل ما نعستش. كنقول نقولها لامي ما نقولها، يا غادير يا غامر نقولها ما نقولها، راه الا خليتو غادي يزيد عليا غادي يبقى. صافي قلت نعس الشيطان بلا ما نفرق سميتو وما تيقش. انا بديت نتيق بانه باش بديت نعرفو انه واش با ولا ماشي با. ما دانيش الناس ديك الليله، فقت مع بونور معنا اصلا كيقولوا ليا خفو دفو. نطقينا عندنا واحد السيده قديمه كيقولوا لها محجوبه في السيكتور. مشيت عندها سولتها، قلت لها دخلت عليك بوجه الله، عندها هي واحد ولدها هو عينيها. قلت لها دخلت عليك بوجه الله وبولدك، يما قولي ليا واش فلان با ولا ماشي با. بغيت تقول لها شوف بنيتي انا راه ما يبقى ليا والو في الحياه، بين نقول لك اشنو كاين. داك السيد راه مباك، راه مصاحب مع امك، وها دارت تماك كيا كلها في الحلوه، وكخد هو كل على ظهرها، وهي اللي كضرب تماره ها فابور. قلت لها ايه؟ قالت لي كاسر الله يرحم ليك الوالدين. مشيت ديريكت مع دخلت وقت الغدا، لقيت امي كيما قلت لك سيراتك فيها في دراما خداماش، لقيتو تا هو غاسقيه بالحسلاوه وانا نمشي ليه. قلت لي يا ولد الحرام انت ماشي تا با، انت راجل ها صاحب امي، وكليتي ليا الحلوه انا امي. وهي تقول لي ماش من حلوه ما فرقش معايا. قلت لها واسقتي وادعيتك الله، وراه الحلوه اللي كلا راه الحلوه خضراء. قلت لي كتقال كتقول لي كنوض الحرام، وانا عرفت اني كتعجبني الحلاوه. صافي هو ينوض هو يعطيني واحد السرفيقه نطيه فاتحه مي عليا، صدق خلطنا بجوج ولد الدين الكلبه، لا يباون لا يفراون كلا الحلوه ليوم.